لطالما كانت بومرداس مدرسة في الفن النبي، أنجبت أبطالا وطنيين وحتى عالميين من أمثال بن شبلة، فليسي، تاريكات، شرفوا الجزائر في المحافل الدولية انطلاقا من هذه القاعة المتواضعة وبقيادة المدرب سليمان بلونيس. الفريق هذا مد بزاف للفريق الوطني، أكثر من 300 ملاكم بطل الجزائر في كل أصناف، بوهادي بطل إفريقيا، رشيد تاريكات عدة مرات بطل العرب وبطل إفريقيا، كاين فليسي محمد بن شبلة. عندنا المدرسة اللي تعمل دائما لإنجاح الملاكمة وإنجاح يعني رفع الراية الوطنية على مستوى الدولي. هذه النتائج الباهرة المحققة حفزت شباب الولاية على الالتحاق بمدرسة رائد شباب بومرداس. الشيء اللي هو الشيخ سليمان بلونيس هو اللي دخلني لهنا، هو اللي عيط لي وقال لي رواحي ومارسي، عجبني الحال عنده باسكو هو انسان تمكن بزاف. راني نشوف اللي الناس يدي لابوكس وانا حبيت نتبعهم، دونك لقيت الناس كاع اللي لهم يقراوا معايا كاع راني نشوفهم حتى يديرونا لابوكس، قلت نكمل. عدة ملاكمين ابطال افريقيا وابطال العالم، فليسي وبن شبلة وتاريكات رشيد اللي خلتني نمارس هذه الرياضه. الديسيبلين هي في النتيجات هي كلش، ومع الشيخ سليمان المدرب تاعنا هو اللي خدم بزاف في الفريق هذا. هي مدرسة قدمت الكثير للملاكمة الجزائرية وتعكس العمل القاعدي الكبير المنجز، وهي بحاجة للالتفاتة من قبل السلطات المحلية.